third species, third species of Clostridium, نسمي Clostridium perfringens, Clostridium perfringens. خلينا ناخذ هذه السبيشيز بصفات مهمة وصفات ممكن نشخصها بالمختبر ويسبب لنا two kinds of diseases مهمات. خلينا نجي على general characteristics بالنسبة للكلوستريديوم perfringens، انها هي من الجرام بوزيتيف، لارج جرام بوزيتيف انيروبيك بكتيريا، طبعا كل هالجينوس احنا قلنا انيروبيك ماكو داعي اعيده، سبور فورمينج رود عصويه منتجه للسبورات اشكال مختلفه. زين شافوا انه Clostridium perfringens on blood agar produce double zone of hemolysis. اذا تذكرنا تذكرون بالستاف اوريوس خدنا عرفناكم انواع الهيموليسيس، قلنا الفا وبيتا وجاما، وقلنا البيتا هو الكومبليت زون اوف هيموليسيس. هاي هنا تنطي بيتا بس تنطينا دبل زون اوف هيموليسيس، خطين من الهيموليسيس اون بلاد اجار. فهذه كاركترستيك بروبرتي او للكلوستريديوم، او كاركترستيك فور كلوستريديوم perfringens أنه produce double zone of hemolysis on blood agar. وإذا صار فرصة إن شاء الله يراوكم الصور بالعملي. Also produce stern reaction in milk medium. أكفد وسط تخمر الحليب نزرع عليه Clostridium perfringens فتسوي لنا به تفاعل عاصفي نسمي stern reaction. تفاعل عاصفي في وسط الحليب. Storm reaction in milk media، وأيضا هذا إذا صار فرصة بالعملي ممكن تأخذه. زين وين موجودة هاي السبورات مال هاي البكتيريا؟ لأن هي من تطلع برا راح تكون سبورات موجودة بشكل سبورز، ومن تتوفر لها الميديا الملائمة راح تتحول إلى vegetative form. في المايكرو أورجانيزمز and their spores found in soil as well as intestine of human and animals. Then he widespread in nature. كلش واسعة الانتشار. Normally احنا شايليها بالامعاء مالتنا ك part of normal flora. زين. And common contaminant of raw meat and poultry. وبالتالي فهي اذا موجودة مع الانسان والحيوانات والتربة، اذا اللحوم الطازجة اللي بعدها ما منظفة ممكن تتلوث لحوم الحيوانات أو لحوم الدواجن. المود of transmission مالت راح يكون إما foodborne اللي راح يسبب لي حالة الfood poisoning، أو traumatic implantation أو تنغرس بواسطة جرح. هي هذا الجزء اللي يريد نوصله، هي موجودة بالتربة و و و و فبالتالي هي معنى وبارت من الكومنسال فلورا. شو وقت تسوي ديزيز مثل الاوبورتونستيك لما يتغير مكان تواجدها، من يصير تروماتيك امبلانتيشن جرح مخترق منغر عميق ويتلوث بالتربه، راح يزرع البكتيريا عميقا داخل الجرح. اذا حسب المود اوف ترانسميشن اما فود بورن او تروماتيك it causes two distinct diseases depending on the route of entry into the human body. Depending on the route of entry into the human body. راح نشوف انه تسوينا two types of disease. الاول نسميه food poisoning. شنو هذا الفود بويزنج؟ انه انت تاخذ طعام ملوث بالبكتيريا، والبكتيريا راح تتكاثر بأمعائك وتنتج التوكسين اللي هو من نوع الانتيروتوكسين، يصير عندك دياريه اسهال. هذا اذا سبب لنا انترايتس او غاسترونترايتس فود بويزنج. شلون السبورز قلنا يوجوالي فاوند ان سويل وايد سبريد ان سويل and can contaminate food اللي هو قلنا بالغالب الميت poultry or cattle meat. هنا لما يعدون الطعام
السبورز يوجوالي مالتها قلنا هن البكتيريال سبورز كلها ندري انه هي هيت ريزيستنت. اذا الهيت ريزيستنت سبورز سرفايف كوكينج اند جيرمينيت. لما يطبخ الطعام يحضر مثلا همبرجر غيره ممكن تقاوم، ولما يبرد الطعام او ريهيتد البكتيريا راح تتحول الى فيجيتاتيف فورم. Then the organisms grow in large numbers in reheated foods. تحولت أول مرحلة إلى vegetative cells. حمو رجعوا يبرد، الدور بدأت تتكاثر على المادة الغذائية. When in reheated food, especially meat dishes. وراح بالقط produce انتيروتوكسين ان جت اند كوز دياريا. فتره الحضانه بهاي البكتيريا ورا ما تاخذ تاكل الطعام الملوث يعني الوجبه مال الهمبرجر او غيره هي من 8 الى 16 ساعه وراها تبدي تظهر عليك العلامات. فتقول يابا بالليل صار عندي الاسهال، انا قبل 6 ساعات قبل 8 ساعات قبل 10 ساعات متغدي ماكل همبرجر مستعجل اشتريته. السبب هي مثلا واحدة من الأسباب الانتيروتوكسين مال الكلوستريديوم بيرفرنجنس، وراح يشابه لي ما حصل بالستافيلوكوكس أوريوس انتيروتوكسين من أيضا يسوي لي فود بويزنينج. واضح؟ زين. الديزيز الآخر اللي هو can be caused by Clostridium perfringens واللي هو most important سمي الكاس الغاز غانغرين. غاز غانغرين طبعا خلي في بالك انه الغاز غانغرين caused by more than one species of Clostridium. اكو عندي مجموعه اخرى Clostridium septicum, Clostridium novae, Clostridium sordilli. دول ممكن يتعاونون إضافة إلى Clostridium perfringens كلهم يتعاونون يسببوا لي الغاز غانغرين. But most frequent and mostly هي mostly involved in soft tissue and wound infection that causing gas gangrene هي Clostridium perfringens. يعني إحنا نأخذ المسبب الرئيسي الكلوستريديوم بيرفرنجنس، دولاك ايضا وياها ممكن يجون فما داعي ندخلكم بتفاصيلهم. لكن خلي ببالك انه كلوستريديوم سبتيكم سوردلي نوفياي ممكن ايضا يكونوا مسببين للغاز غانغري. اذا كلوستريديوم بيرفرنجنس most frequent clostridia involved in soft tissue and wound infections causing gas gangrene, which is usually called myonecrosis. هو تنخر العضلات. ما عرف باثولوجي الصور بالثالث تاخذوه، فاحنا نعطيكم فقط التسميه ما ندخلكم بالتفاصيل. ان شاء الله في الصف الثالث تاخذون انواع النكروسيس وتشوفون انه الغاز غانغرين هو one type of necrosis. وهنا راح يكون تنخر للمسلز. مايو معناها عضلة مصل، فنقول مايو نكروسيس تنخر عضلات. الغاز غانغرين is associated with war wounds. عادة جروح مع المعارك شظايا. شظية من تجي تمر على التراب تضرب التراب تدخل وياها التراب. الشظية هي من قذيفة مشهولة من الأرض محطوطة بالمدفع أو مضروبة أو من قاذفة، فتكون تجيب وياها الكونتامينانت مال السويل أو قنبلة توقع بالأرض تتفجر وتروح الشظايا تدخل بأجسام الجنود أو المدنيين ممكن وتخترقها وتجيب وياها الأتربة. وبالتراب موجودة السبورز مال البكتيريا وخصوصا Clostridium perfringens لأنه قلنا هي وايد سبريد ان نيتشر.
أو جماعة حوادث السيارات، الدراجات النارية، أيضا أوتومبيل أند موتورسيكل أكسيدنتس، دول أيضا يكونون أكثر عرضة للتلوث جروحهم بالكلوستريديوم بيرفرنجنس أند كان ديفلوب غاس جانجري. كذلك السبتيك أبورشنز، عمليات الإجهاض غير الشرعي خارج المستشفيات، تكون المريضة أكثر عرضة لأنه ديفلوب إندومترايتس، التهاب الرحم، وتكون إصابة أنيروبيك وجدا خطرة على حياة المريضة. That contaminated with soil or feces. هذا اللي حكيته أنا. زين. Pathogenesis of gas gangrene. نجي نشوف شلون تصير الإمراضية بيه. The organisms grow in traumatized tissue, especially muscle, and produce a variety of toxins. The most important is alpha toxin, or sometimes called lysithinase enzyme. Alpha toxin also is called lysithinase enzyme, or called phospholipase. حطوا منا الفوسفوليبيد الموجودة بالسيل ممبرين، which damages cell membranes, including the cell membrane, those of erythrocyte, platelets, white BC. بس بالذات من يحطم لي السيل ممبرين مع الارثروسايتس، resulting in hemolysis. Also the microorganisms produce degradative enzymes. Also Clostridium perfringens produce degradative enzymes that produce gas in tissues. انزيمات مكسرة تحطم للأنسجة، تحطم للكربوهيدرات الموجودة بالنسيج، وبالتالي تنتج لنا غاز. Produce gas in tissue usually under anaerobic condition. إذا باوع هنا على الصورة هذا اللي حكيناه بالضبط صاير شلون. قلنا احنا عندي جرح مخترق بالمريض، جرح بالنسيج صار عنده، زين، كسر مركب غيرها، المايكرو اورجانيزم انغرست ويا السويل كونتامينانت بالنسيج بالذات بالمصر، فتنتج توكسينات. عندها مجموعة تقريبا 12 إلى 14 إكزوتوكسين تنتجها الكلوستريديوم بيرفرنجنس، بس احنا ما نريد ندخلكم بالديتيلز. أهم توكسين منتج هو الألفا توكسين أور الليسيثينيز، أو تقرون عنه تلقون يسمون فوسفولايبيز ذا سيم. هذا شو يسوي؟ يسبب سبلت فوسفو الليسيثين من الفوسفوليبيد، وبالتالي يكسر لي السيل ممبرين مال الار بي سي، مال الوايت بي سي، مال حطم للبليتليتس، وبالتالي resulting in massive hemolysis. يصير hemolysis، يصير تخثرات بالاوعيه الدمويه الدقيقه، فده يصير عندي hemolysis. اثنين، ينتج لنا انزيمات محلله degradative enzymes، تكسر لي الكربوهيدرات، تخمرها، وتنتج شنو نتيجه التخمر؟ gas. فهذا الغاز اللي اذا تشوف هذا النفخ بالانسجه السوفت تشو، زين، تنفخ وقرقعه اذا يتحسسون الجلد مال المريض والمصل، تحس قرقعه تحت الجلد نتيجه الشغل الاكزو انزيمز مالتها، واضافه الى النكروسز اللي مسوي التوكسين والفتوكسين. هذا كلها تم انايروبيك كونديشن، هذا غاز هيدروجين، ماكو اكسجين هنا، زين، إضافة إلى الهيموليسيز، والمريض راح يبدي يعاني من العلامات اللي هي راح تكون البين والإنفلاميشن، ألم شديد عنده والتهاب والفيفر، إضافة إلى العلامات الأخرى نريد ندخل بتفاصيلها. زين، نروح على اللابراتوري دايجنوسيس أوف كلوستريديوم infection mainly in gas gangrene. Gas gangrene شوف اللابراتوري دايجنوسيس إلى المايكرو اورجانيزم هي من ال
Clostridial diseases, إذا هي الميكرو أورجانيزم من Clostridium species فcannot able to grow in the presence of oxygen. إذا لازم نسوي anaerobic culture for identification of Clostridium perfringens. وبنزرع هذا blood agar نشوف double zone of hemolysis on blood agar. وبالmilk media نشوف stormy reaction. إذا عندي بالعزل والتشخيص مالتها باللابراتوري دايجنوسيس لازم اشوف الدبل زون اوف هيموليسيس، اشوف الستورمي ريكشن حتى اقول هذه منه كلوستريديوم بيرفرنجنس. وحتى اقول هاي الكلوستريديوم بيرفرنجنس هي سببت لي الكاس كانجرين لازم اشوف تاثير الليسيثينيز الالفا توكسي. سووا فحص مصلي نشخص به الالفا توكسين او الافكت مالته نسميه ناجلرز ريكشن. شنو هو الناجلرز رياكشن باختصار؟ انه الكولونيز مال الكلوستريديوم بيرفرنجنس بروديوس ابريسيبيتيت سوف ترسيب من قطيرات دهنيه داير ما دايرها وتصير عتامه اوباسيتي بروديوس ابريسيبيتيت ان ايج يولك اجار كوزد باي ذا اكشن اوف اتس ليثينيز ليسيتينيز ما انه هو سبليت ليسيتين يشتغل على الفوسفوليبيد الموجودة بالإيج يولك فراح يبدي يرسب لي قطيرات حول المستعمرات وتصير أوباسيتي. هذه أقدر قلنا بسهولة أشوفها لما الأزرع البكتيريا على وسط يحتوي على الفوسفوليبيد اللي هو إيج يولك أجر. إذا الناجلرز رياكشن the colonies produce colonies of خلي بين قوسين colonies of Clostridium perfringens produce a precipitate in egg yolk agar caused by the action of its lysophinase الإنزيم اللي هو تنتج اللي هو lysophinase enzyme. فبالتالي أنا أقدر أسوي detection للألفا توكسين لأن هو الألفا توكسين شنو lysophinase. وبالحقيقة نجيب طبق قسمه قسمين، قسم نخلي به أنتي ألفا توكسين وقسم نخلي به ونزرع البكتيريا على طول الطبق. فالنص اللي به ألفا توكسين ما راح يصير به شيء، بس تنمو البكتيريا. النصف الثاني نامي البكتيريا وأكو بريسبتيت داير ما دايرها على الإيج يولك أجر. هذا معناها أنه الليسيتينيز موجود اشتغل، يعني الألفا توكسين موجود اشتغل وحطم لي الفوسفوليبيد اللي موجودة بالميديا. التريتمنت فيما يخص الكاس كانجرين، اولا لازم تنظف الجرح debridement scraping away of diseased tissue النسيج المريض نظفه diseased tissue تنظف. هذا من اهم الاشياء بالنسبه للتريتمنت او للبريفنشن. لابد انه لما يصير جرح مخترق عميق يتنظف، تزال الاجزاء الميته ويستخدم الهيدروجين بيروكسيد للتعقيم. ثانيا بنسلين جي is drug of choice لان مايكرو اورجانيزم هي انيروبيك جرام بوزيتيف بكتيريا، فبالتالي البنسلين جي هو الدروج اوف تشويس. 3 تشوفون هذا البيكتشر اللي خالي لكم اياها، هذه انه نستخدم للمريض فشيء اسمه هايبربريك اوكسجين تشامبر. هايبربريك اوكسجين تشامبر هذا تشامبر هاي الحجرة and is called hyperbaric oxygen therapy. Hyperbaric oxygen therapy هاي ليش؟ why؟ شو تقولون؟ ليش نستخدم؟ لأنه المايكرو أورجانيزم شنو؟ anaerobic. أنا أزيد الضغط مال الأكسجين بحيث يتخلل النسيج وأقدر أقتلها. فتكتبوا لي هذا يعني تكتبوا الجواب يمكم تثبتوا أنتوا تقرون عنا وثبتوا، ما أريده واجب إلي. هذا جوابه ثبته إليك، ممكن أسألك عنه بالامتحان. زين قبل ما أتحول على آخر وحدة اللي هي Clostridium difficile نقول من عنده سؤال على Clostridium perfringens، من عنده استفسار. هتتبقى هاي آخر وحدة وننهي اللكتشر لهذا اليوم. تفضل اسمع من عندكم من عنده سؤال استفسار فيما يخص الكلوستريديوم بيرفرنجنس جنرال بروبرتيز التوكسينز
الباثوجينيسيز، الديزيزز، التريتمنت اند بريفنشن. ما عندنا سؤال استفسار؟ اوكي جيد جدا. نروح على the last species Clostridium difficile. Clostridium difficile هذه لها خصوصية، هي normally colonized colon of 3% of population. 3% من عندنا ممكن عنده normal colonizer موجودة طبيعية بالكولون كبارت اوف كومنسال او نورمال بكتيريال فلورا، وكذلك 30% اوف هوسبيتالايزد بيشنت. شوف النسبة ضربت في 10، 30% من الناس اللي بالمستشفيات يدخلون يصير لهم كولونايزيشن لكلوستريديوم ديفيسل. اذا هذا يشرك اكو شغلة غير طبيعية بالموضوع. زين، اذا هي opportunistic pathology، هي مو كمنسل عادية، opportunistic pathology. الديزيز اللي سببه الكلوستريديوم بيرفرنجنس هو antibiotic associated colitis. تلقى بالكتب antibiotic associated colitis or antibiotic associated pseudomembranous colitis. هذه الكولايتس توخرها تقول antibiotic associated pseudomembranous colitis، نفس الاسم. شنو هو هذا؟ شلون يحدث؟ شلون تصير الإمراضية مالته؟ هاي الصورة خليناها حتى تكون واضحة. اللي دا يصير انه هذول الناس احيانا مريض يدخل مستشفى من حالة مرضية معينة، ينطوه كليندامايسين، نوع من الانتيبايتك، او ينطوه سيفالوسبورينز مثلا سيفوتاكسين أو سيفترياكزون، هوسبيتالايزد وحاطي بالإنعاش أو غيره، أو سوي سيرجيكال أوبريشن عند عملية جراحية وطول في 10-15 يوم على الأنتيبايوتيك ثيرابي، بياخذ أنتيبايوتيك. فهذا الأنتيبايوتيك سبرس درج سنسيتيف ممبرز أوف ذا نورمال فلورا أوف كولون. راح انتبايتك فترة طويلة long period treatment suppress drug sensitive bacteria or members of normal flora of colon. راح يبدي يقتل لي البكتيريا السنسيتيف للانتبايتك واللي هي normal flora، وبالتالي يفسح المجال أمام الكلوستريديوم ديفيسول اللي هي resistant للكليندامايسين أو السيفالوسبورين، وكانت موجودة بكمية قليلة، راح يعطيها المجال to colonize. فallowing space to Clostridium difficile to multiply and produce of its exotoxins، نسميهم A and B، منتجة إلى two types of exotoxins. واحد هو enterotoxin والثاني cytotoxin، بس اثنيناتهم that cause diarrhea، نتيجة انه يسببون diarrhea زين associated with formation of pseudomembranes اللي هي تشوفوها هنا ال white and yellow plaques، هذه البقع الصفراء او البيضاء نتيجه تاثير التوكسين كسايتوتوكسين اللي يقتل الخلايا مع النسيج تتموت وتظهر بهذه الشكل. زين، شافوا انه هاي البكتيريا Clostridium difficile is the major cause of diarrhea in hospitalized patients on antibiotic. The major cause of diarrhea in hospitalized patients on antibiotics. وضحت الفكرة انه هي عدد قليل جدا من الناس عندها، 3% من الناس عندها، لكنه بالمستشفيات 30% يصيرون. ليش؟ لانه الانتيبايوتيك اللي راح ياخذها راح تبدي، يعني هي جزء موجوده عنده بس بكميه قليله اصلا،
أو النقلت له عن طريق الأكل والمواد الغذائية بالمستشفى. فالانتبايتك راح يبدي يقتل الفلورا الطبيعية الموجودة بالقولون ويعطي الفرصة لهذه أنه تتوسع تنمو بأعداد أكبر وتبدي تتكاثر. من تتكاثر وتأخذ راحتها produce exotoxins مالتها الـ A والـ B يسببون pseudomembranous colitis. فأقول عليها antibiotic associated pseudomembranous colitis or antibiotic associated colitis أو antibiotic associated diarrhea. شلون أشخصها؟ هي موجودة عندنا عند 30% بالمرضى اللي يدخلوا مستشفيات هم عندهم نورمال. فإذا عزلت البكتيريا راح أقول شخصت لا. الكلتشر is not diagnostic. Culture is not diagnostic because it is colonized a part of healthy persons. فهي مو diagnostic. إذن the detection of toxin in stool is diagnostic. شخص التوكسين بالستول هو الدياجنوستيك. إذن أنتج التوكسين لأنه أخذت الفرصة صار لها مجال تتكاثر بشكل كبير وتنتج توكسين. شلون شخص التوكسين بالستول؟ بواسطة الألايزة أور فحص البي سي آر بوليميريز تشين رياكشن. هذا صار لنا فرصة بنهاية الكورس ناخذ محاضرة على الفحوصات الجزيئية ونعطيكم التعاريف. زين التريتمنت هنا شو يسوي لها؟ ينطوها مترونيدازول يشتغل على الانيروبيك اور فانكومايسين. تريتد وذ مترونيدازول اور فانكومايسين. هذه هنا انا خليت لكم اياها ويا اللكتشر مجموعه كويستشنز على الكلوستريديوم. اتمنى انه تقروها وتجاوبوها، واذا اكو سؤال استفسار انا وياكم. الآن اللي عنده ممكن سؤال استفسار، كملنا اللكتشرز مالتنا لهذا اليوم. إذا أكو أي سؤال استفسار